عشان نبقى هنا شريف، انتوا عندكم موقف شوية وسطي، يعني رغم انه يعني انت في خندق المعارضة لكن فوجئت انك ضد المقاطعة، وشايف ان الوجوه هي نفس الوجوه، وانه الشباب تم دهسه بما فيها يعني حتى شباب المعارضة. والله انا عايز اتكلم في الموضوع بموضوع مختلف شويه. طول عمرنا بنطلع نتكلم وبنعقب على اداء الحكومه واداء النظام و و و الفكره مش فكره اللي انا يعني مع فكره المقاطعه او مع عدم المقاطعه. تعال نشوف اساس الموضوع. المشهد اللي احنا وصلنا له النهارده ده هو فعلا حقيقي مشهد عبثي. انا ما كنتش حابب اللي احنا نتحط فيه، او انا يعني ما كنتش حابب البلد تتحط في القصه دي، اللي احنا بعد 7 سنين بعد ثورة 25 يناير اللي معترف بيها في الدستور وسيادة اللي رئيس الجمهورية كتبها في الدستور مات عليه رحمة الله. بس اللي كتبها في الدستور مات، ودي مش في الدستور، دي في المقدمة عليه رحمة لسه الله. بس بس اللي الدباجة الدباجة بدأت تتجزأ، بس لا 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 تموت بموته. يعني هو حطها لظروفه الشخصية، مش ده قضيتنا يا جماعة. مش دباجة هي واقع. ما تفرعش شريف، خليني ما تفرعش، انا بتكلم. ما خليش في الموضوع ده اهو شريف، ثانية واحدة، خليني في موضوع المقاطعة. احنا كده بنعيد انتاج نفس الكلام، ما انت قلته معايا. لا خالص، طب اتفضل. ما بنعيدش انتاج اي حاجة. انا بقول ان المشهد اللي احنا وصلنا له ده المعارضه مسؤوله عنه في حاجتين اتنين. احنا على طول كنا بنتكلم على النظام في تهميش واقصاء الشباب، تمام؟ اتفاجئنا كلنا، ولما بقول كلنا بتكلم على شباب المحسوب على مربع التيار المدني واحزاب وشباب 25 يناير. لان المؤتمر طلع، حضراتكم تفضلتوا وعملتوه اول امبارح تقريبا، وكان في تعتيم شديد، وتم اقصاء شباب. تعتيم من مين؟ ثانيه واحده، لا انا بس بقى عشان تعتيم أجاوب. تعتيم على ميعاد المؤتمر، وكان الموضوع حكر على اشخاص ورموز معينه بعينها. انا شايف من وجهه نظر المتواضعه، وده مش رايي انا لوحدي، اللي احنا بقى لنا 7 سنين ماشيين ورا مجموعه معينه وفكر معين بطريقه معينه بلغه خطاب معينه، انا ما لقيتش فيها عائد غير الشباب موجودة في السجن مش عارف تخرجهم. حلول احنا ما قدمناش حلول. مرشح رئاسي احنا فشلنا. انا عضو مبادرة الفريق الرئاسي دكتور عصام حجي، وعضو لجنة التواصل. لما جينا قعدنا بنتكلم من 4 5 6 شهور على مرشح رئاسي مدني واحد تتلف عليه القوة المدنية، محدش اتجمع. لم تجدوا، وحضرتك عارف كلامنا كويس. لا لا معرفش. تمام، لا حضرتك عارف ده كويس. لا انا بقول لك معرفش. انا بضيف لحضرتك معلومات. انا لما اشارك في مبادره الفريق الرئاسي. طب انا بقول بس هنا عارف كويس. هنا 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 فكره انه في خندق المعارض، فكره ان يلتف الناس حول مرشح لم يجد. خلينا نتكلم زي ما بنقول باللغه بتاعتنا، نقطه نظام. تمام. انا لما اجي الاقي اللي شباب 6 ابريل لهم ما عليهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ولاقي شباب مصر القوية، ولاقي شباب الاشتراكيين الثوريين، انت بتجنبهم من المشهد. واحنا كنا بنقول على الـ على الـ على السلطة في مصر، انت ازاي بتهمش الشباب، وازاي عشان معتقداتهم وفكرياتهم والايديولوجية والكلام ده كله. وانا لاقي للمعارضة نفسها، انت تقصد بانت الحركة المدنية الديمقراطية، بس عشان ابقى محدد في الاجابة، انا بقصد على المؤتمر اللي تم اول امبارح. ثانية واحدة يا فندم، بقصد على المؤتمر اللي تم امبارح اول امبارح، اللي بموجبه الاستاذ خالد علي ما حضرش. تمام، والاستاذ خالد علي ما حضرش علشان تم اقصاء الشباب. احنا بنعيب او بنعيب على السلطه اللي هي بتقصي شباب وبتحذر شباب وبنقول يا جماعه طب ما تقعدوا مع الشباب دي وتسمعوا منهم. انا بسمع على طول اللي فيه مراجعات فكريه طب ما تقعد مع الشباب دي على ترابيزه واحده وتشوف وتحاول توصل لنقاط. لقيت ان المعارضه اللي انا محسوب عليها بتخصي شباب موجودين شاركوا في الحياه السياسيه، شاركوا في الحياه الحزبيه، كل الاحزاب بتاعت التيار المدني من 4 5 6 سنين كانوا بيتمنوا شباب مصر القويه والاشتراكيين الثوريين و6 ابريل انت معترض على ايديولوجيه معينه اقعد اتكلم معاهم فيها واوصل لنقاط. لكن انا افضل على طول الخط اللي انا بعارض، وكل وانا في قلب خندق المعارضه دوت، لو انا عندي تحفظات على بعض الرموز المحترمه تمام، وبقول ملاحظاتي عليهم بتشوه وبتخون، وبقول اللي انت بتشق الصف واللي انت ويمكن كتير عارفين اللي سبب الانقسام اللي احنا فيه في مربع التيار المدني،
التشتت والتشويه والتخوين و و و ونظره المؤامره اللي على طول يعني موجودة. حتى المعارضه تمارس الاقصاء والتخوين. فانا صراحه مستغرب زي غيري كتير، ويمكن حضرتك بتخش على صفحات التواصل المجتمعي وبتشوف في شباب كتير جدا بدليل خالد علي، يعني المرشح خالد علي. انا كان نفسي وامنيه حياتي وكنت بتمنى بصراحه ان المرشح خالد علي يكمل ويجيب ال 25000 توكيل وينزل يخوض الانتخابات ويكون وراه جبهه معارضه حقيقيه، مع العلم اللي انا عارف كويس قوي اللي في احزاب من مربع التيار المدني مش هتعمل تحالف مع السيد خالد علي في حاله خوضه. انا على يعني على يقين بيه. ايه متحفظين عليه؟ يعني اختلاف الايديولوجيات واختلاف الفكر طب يعني هنا اختلاف الايديولوجيات يبقى تمارسون اقصاء مثل السلطه مش اللي بتتيموها؟ مش احنا اللي بنقصي، انا بقول اللي ده حصل مع الشباب، اللي بيتم اقصاء الشباب من مؤتمر بعينه او من مؤتمر اللي هم على الاقل يقولوا وجهه نظرهم. في وجهه نظر بتقول اللي هم عايزين يقطعوا الانتخابات، ليهم وجهه نظر تحترم. في شباب شايفين اللي كان خالد علي مفروض اللي هو يكمل ويجمع التوكيلات ونعمل حاله سياسيه محترمه ونكون جبهه معارضه حقيقيه تقدم مطالب ويكون ليها شكل واطار رسمي. ده للاسف ما حصلش، وبنيجي نلاقي في الاخر اللي بعض الرموز اللي ليها مني كل الاحترام والتقدير بتفضل على طول الخط متصدره المشهد، مفيش شباب يطلعوا هم الوحيدين. انا اصغر حد شفته كان خالد داوود. يعني انت لما تيجي تشوف يعني حضرتك اللي وانا بشوف هتديني فرصه بس يعني انا بصيت على نفس وده ليس يعني انا طبعا لا اعيب في الوجوه، بس كمان ما انت عارف عامل الزمن يعني احنا من 10 سنين مثلا مع بعض في معارك، لكن لما الاقي نفسي والاقي انه اصغر شاب في هو يعني في خالد في كل الاحوال يعني هيبقى زينا يعني ليس شابا يعني هو من نفس، فلما الاقي ان اصغر وجه في اللي واقفين هو خالد داوود والمعارضه هي نفس الوجوه بنفس الاعمار السنيه، فمن حق شريف ان هو يقول هذا الكلام. والغريب اللي انا لما 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 الواحد بيجي يقدم وجهه نظره او فكره معينه او طالما انا مش من ضمن الشله والمجموعه يبقى انا شقيت الصف، واللي انا بتعامل مع جهات امنيه، واللي انا واللي انا واللي انا وحضرتك عارف المسميات اغلبيتها يعني. ده كله ده بتكلم علينا احنا. انا بتكلم في العموم يا فندم، انا مش بتكلم على الحركه الوطنيه بس، هو عن التيار المدني. انا بتكلم في العموم لان في لان لازم يعني بخصوص التيار بخصوص الحركه المدنيه الديمقراطيه. الحركه المدنيه التيار المدني اوسع من الحركه المدنيه الديمقراطيه. انا بتكلم عن المؤتمر العقدي اللي تكتلتوا فيه واتفقتم على المقاطعه ليه الامور. انا كنت واحد من الناس حابب جدا اللي يكون في شخص منتمي للمربع بتاعي انزل واعمل معاه معركه سياسيه محترمه واجمع توكيلاته ويكون في عليه توافق من الاحزاب كلها ويبقى هو شخص واحد، بدل ما احنا موجودين الاحزاب التيار المدني 7 8 9 10 احزاب مش شايفين دور. الشباب موجودين في السجن، يعني انا شايف ان النخب كلها بسم الله ما شاء الله، انا ما بتكلمش على حد وما بدعيش يعني الله لا يقدر حاجه تحصل، قاعدين في بيوتهم يعني والشباب هي اللي موجوده في السجن. طب احنا لغايه امتى هنفضل اللي احنا نقول خطابات؟ لا ثانيه واحده بس سؤال عشان الموضوع ده مهم. ما انا مش هنفضل بس لغايه امتى نقول خطابات تمام بنشتغل عليها على الشباب، وللشباب بيبدا يندفع علشان السن وعلشان والحميه وعنده اهداف عايز يحققها واهداف مشروعه والقيادات واجي الاقي في الاخر ان الشباب دي تم حبسها ويطلع عينينا في الاعلام ونطلع نتكلم على الشباب اللي موجوده ونطلع نقول يا جماعه ما فيش اعاشه بتخش، يا جماعه في حبس مش عارف ايه، يا جماعه الشباب السياسيين بيتحبسوا مع الجنائيين وده لا يجوز زي ما هو بيحصل حاصل في اقسام كتير موجوده، افصلوا السياسيين عن الجنائيين عشان طيب الشباب. طيب انا بس مش عايزك تقول كل اللي عندك يعني، بس عشان نبقى النقاش لسه قدامنا.